السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم غادي ندير تنظيم ديال الكونجيلاتور، بغيت نبارطاجي معكم هاد لي بواط هادو شريتهم. راه شوفوا موجودين بارتو عند كاع اللي كيبيعوا ما عند 5 دراهم، دوك اللي كي المحلات، المهم فين ما مشيتوا تلقاوهم. عاتي البنات زوينين هادو، القياس صغير كيداروا في الكونجيلاتور، كيداروا في لا فيستيل، في الميكرو اوند، ما تخافوا عليهم والو. هاد الصغيره هادي ديال ايترو و200، خديتها ب3 دراهم. عرفتي الثمن ديالهم جد مناسب، واللي عجبني فيهم انهم ترونسبارون، دي بواط اللي هما كيجيو هكا ترونسبارون، كيبينوا شنو فيهم الداخل، كينظموا من داكشي الرفيع. غير كتحلي كونجيلاتور ديالك تتعرفي شنو فيهم. وهذا القياس الكبير 3 يترو و400، خديته ب5 دراهم، صراحه زوينين. انا راه غسلتهم وكلشي، هاد جوج هادو خليت فيهم التيكي باش نوريكم هكا العبار، ونوريكم انهم الكونجيلاتور كي قلت لكم ديال الميكرو اوند، يعني ديروا فيهم السخون ديروا فيهم البرد كلشي. القياس الكبير راه ديال 3 يترو و400، خديتهم ب5 دراهم الوحده، وداك القياس الصغير ب3 دراهم الوحده، وخديت فيهم حتى واحد القياس، واحد الشكل اللي كيجي هكا مربع، حتى هو دابا نبارطاجيه معكم، حتى هو ب3 دراهم. صراحه زوينين، صدقوا لي زوينين، انا جبتهم غسلتهم مسحتهم. وكاين هذا الموديل، هذا الطويل، هذا خديته ب5 دراهم. انا ديجا هادو واخداهم، واخده واحد الشكل اخر دابا نوريه لكم، واخداه ب13 درهم باش خديتهم. وهادو رقاق ما كيجيوش عاليين، هادو خديتهم ب5 دراهم. عرفتي هاد الطوال تينفعوا، صراحه زوينين. انا هادو اللي وريتكم دابا هما اللي خديت ب13 درهم، ونوريكم شنو نظمت فيهم، تينظموا من داكشي الرفيع. هانتوما حطيتها حدا باش تشوفوا الفرق. ديال 13 درهم جايه غارقه، وهذه ديال 5 دراهم كتجي رقيقه، ولكن صدقوني في هاد المسائل ديال الحلويات تنظموا من داك الشيء الرفيع، صراحه زوينين في التنظيم. انا درتهم خاصه غير بهاد هاد المسائل ديال الحلويات، كيبداو كيدوروا بارتو. وحده درت فيها الحوايج لي بحال الجراره، بحال هادي باش كنتقبل البيتزا، بحال هاد الريوس ديال الباتور الاخرين، ما بقيتش هادو ما كنستعملهمش كاع، يعني الحوايج لي غاغ فاش كنستعملهم، وكيبقاو تيدوروا عليك من جهه لجهه. بالنسبه لي بواط البنات، انا راه تناخذهم في الجهه ديالي، حيت حدايا هنايا واحد السيد كيبيع هادشي ديال البلاستيك بالجمله، وكيبيع حتى هكا بالتقسيط، كنلقى عنده العجب المتعجب، كنمشي راه اي حاجه بغيتو تلقاوها. واحد البواطه درت فيها هاد القطاعات جميع القياسات، عرفتي هادو ديما مضرين ليا، وكنلقى راسي كنمشي نشري عاوتاني نفس العبار. داكشي علاش جمعتهم في واحد البلاصه هكا دابا باينين. اما ملي كنت دايره واحد البواطه كبيره وجمعه فيها كلشي، كيترون داكشي. ودرت فيها حتى هاد لي مول العجيب، ودرت فيها داك المول ديال الحرشه، صراحه نظمتهم ليا دابا باينين. القطاعات ملي كنبغيهم كنعرفهم فين كاينين، وعارفه القياسات اللي عندي وشحال من بياسه عندي في كل حاجه. والبواطه الاخرى درت فيها عاوتاني هاد الشيء ديال الكيك ديزاين، دوك لي زالفابي ودوك الارقام جمعتهم كاملين هنا، وديك باش تنايطاليو هكا لا باتا سوكر. درت بها دوك القطاعات الصغيورين بحال هكا ديال شي بسكوي لا درتو ولا شي حاجه، صراحه حتى هادي نظمات لي هاد المسائل كامله مزيان. وكي قلت لكم هاد الشيء الصغير كيبدا كيدور عليكم بارتو، كيرون، وفاش كتبغيوهم ما كيكونوش نهائيا. هاد لي بواط فنين في التنظيم، واللي زوين انهم كتجي وحده فوق وحده، ما كيشدوش لي سباس. خديت فيهم انا حتى هاد القياس الصغير هذا ب5 دراهم، هذا درتو للحويجات الصغار، وحده جمعت فيها كاع هاد لي بيكو هاد لي بانس، صراحه ونفعتني. وشنو انا كندير الا رديتو البال، لي بيك كل نوع كنشدو، ودوك البندات الصغيورين ديال الشعر كنشريهم، كل نوع كنجمعو فيهم، شتو باش ما تيبقاوش مضرين. منين النوع اللي كنبغي كنهزو كيكون مجموع، كناخد منو القياس اللي بغيتو كنردو. وحده درت فيها هاد لي بوش، درت لها هادو جو طابل ولا لاخر اللي عندي ديال التوب، ودرت فيها كاع الريوس ديال لي بوش. هاد الدويات هادو كنت كنلقى راسي كنشريهم ملي كنبغيهم، ما تلقاهم تبدا نقلب عليهم، نمشي عاوتاني نشريهم، نفس الراس تنعاود نشريه ونشريه هكا. كي قلت لكم هاد التنظيم هذا اللي درت ساعدني بزاف. المهم واخا خرجنا من الموضوع، غير ملي جبدنا سيرت لي بواط قلت ضروري نبارطاجيهم معكم، حيت صراحه راه مده هادي باش واخده انا هادو، راه تقريبا راه نقدر نقول لكم شي 6 شهور ولا اكثر كاع باش خديتهم. صراحه نفعوني في التنظيم، ولا كلشي باين ليا وكلشي شاد بلاصتو. هاد لي بواط هادو البنات تا هما خديتهم، هادو خديتهم ب3 دراهم، هادو خديتهم على حسب بحال هكا الحمام، صابون البلدي والتبريمه، واحد على حسب هكا الحنه، فيهم زواقات مختلفين، كاينين اللوينات، انا فضلت ناخذ هاد اللون، واصلا جاي بحال السطوله ديالي ديال الحمام.
انتم البنات انا نبارطاجي معكم الكونجيلاتور عندي كي داير نورمالمون، راه ما تيكونش هاد الروينه هادي. دابا مرول علاش هنايا غسلت الدجاج سرحته في البلاطو هنايا، من بعد عاد كنجمعو انا في بلاستيكات نورمالمون داير هنايا في الفوق، كندير فيه هكا الحوايج ديال بحال مثلا عندي مسمن، عندي حرشه، عندي شي حاجه، ولتحت دايره اللحوم باش ما كنخلطش باش ما يشربوش ليا الريحه. وحده واحد السليله نورمالمون دايرها العطريه ولكن مني فيه الروينه ومع هاد الفريز هذا عمر ليا الدنيا. مهم هاد المعسلات، هادي بوطه د المعسلات، راه شتو كيفاش غلفتها مزيان باش ما باش ما يشربش ليا الريحه، لان اصلا هنا ما كنديرش حاجه، ما كنديرش هكا حاجه اللحوم هنايا لتحت. هادو ديال سيغاخ راه صورتهم دابا نبارطاجيهم معكم. مهم دابا حاليا ما منظمش، انا شرحت لكم كيفاش كنت دايره ليه، لتحت هنايا كندير اللحوم والفوق كندير اي بحال هكا خضيره فريز. الخضره غالبا كتلقاو عندي جلبانه واللوبيا، هادو غالبا اللي كنكونجلي، حاجه الحلوه وكلشي كنديرها مع المعجنات الفوق. وتا العطريه كنعزلها بوحدها، مني خويت هنا العطريه هي فين خشيتها، لان غالبا العطريه كنحطها هنا. مهم دابا الروينه انا صورته معكم كيف ما هو، كيف ما هو صورته معكم، عاد غادي ندوز غادي نعزل هنا من العطريه. ما كنبيش نحط حداها شي حاجه نورمالمون، حتى هاد التهادو راه تنديرهم في سليله. وكان وهنايا حفشت الحلوه شي كاين هنا شي كاين هنا، المهم الروينه. انا دابا غادي ندوز باش ننظم كلشي في لي بواط. من بعد ما خويت صراحه خويت هاد البلاصه اللي متحده دابا حاليا، الاخرين باش نخليهم هكا يبقاو شادين البروده. انا كنستعمل الخل فقط للثلاجه، وياكم ثم وياكم النصيحه اللي نعطيكم انكم ديروا ليها جافيل اولا الكلور بصفه عامه، راه هو اللي تيخليها ديك كتولي فيها ديك الصفوريه. ما كاين ما احسن من الخل، كيعقم، كانت شي ريحه خايبه كيحيدها. المهم انا راه حتى هاد البلايص هادو هاد التقيبات هاد الشبيكات حتى هما كنحاول نمسحهم، لا تكون هكا فيهم شي فرتيت هاد الخبز ولا شي حاجه باش ما تسدهمش ليا. دابا غادي ندوز باش نستف كل حاجه بلاصتها. هنا هاد البلاطو ديال الدجاج اللي كنت خديت راه بارطاجيت معكم وسولتوني، قلت لكم البنات راه ديجا بارطاجي معكم السيد، راه كاين في سوق الحد سميتو حسن الهواري رقم 10 في البلاصه فين فين كيتباع الدجاج، تما فين غادي تلقاوه. صراحه عنده الدجاج الثمن مناسب، كيبيعو بالجمله، واللي زوين عنده انه كتاخدي داكشي اللي بغيتي، كاينين الشنيوحات بوحدهم، كاين الصدر بوحدو، الصدر ملي كيعطيه لك كيعطيه لك كيديزوسيه كيحيد ليه العظم وكلشي كيف ما كتشوفوا، كنجيبو على حسب العمارات. الفخيضات هكا بوحدهم كيعطيك الكويس، بغيتي الكويس هكا الفخذ كامل، بغيتي غير لي بيلون غير الجيله بوحدها راه تيعطيهم لك، كتجيبي على حساب هكاك الوليدات. كاين اللي بحال انا دابا بناتي ما تيبيوش ليا الصدر، كيبيو غير الرجيلات، داكشي علاش الصدر انا كنخلي غير للتعمار. بغيتو الدجاج كامل راه كيبيع الدجاج كامل، كي عنده الكوك اللي عنده اي حاجه بغيتو في هذا الشيء ديال الدواجن راه كيبيعها، البيض، البيض السمان، البيض ديال البط، اي حاجه بغيتو راه كاينه عنده.
كيف ما شفتو في لي بوط حاولت ندير لي كويس بوحدهم لي بيلون بوحدهم والصدر بوحدو باش هكا ملي كنبين الحاجه كنلقاها واجده. وكيف ما شفتو انا كنفرشهم في بلاطو باش كيجمدوا، عاد ديك الساعه كنجمعهم في لي بوط اولا جمعهم في الساشيات على حسب التنظيم اللي كديروا نتوما. ديك الساعه راه ما كيتلاصقوش، غير انا كنفضل انني نفرق بيناتهم هكا بلي ساشي. وهاد الطريقه هادي اللي اعتمدت صراحه جاتني زوينه. بالنسبه هنايا حتى الفريز حتى هو درت ليه نفس الشيء، حتى هو عزلته هكا في لي بواط. بالنسبه عاوتاني الميختيل حتى هو درت ليه نفس الحاجه، بقات ليا واحد لابواط اللي فيها شويه شويه، راه جمعتهم بجوج. واصلا الطريقه ديال الفريز راني وريتها لكم، حتى هي تندير نفس الشيء، تنديرها في تنديرو في بلاطو حتى تيجمد عاد كنجمعو. راه شفتو راه حيدتو من الكونجيلاتور، راه شفتو كنكونجلي وبقات مفرزه حبه حبه. هاد القضيه ديال لي بلاطو تتجمد الحاجه حاولوا تعتمدوها في كل شيء باش تيفيتيو عليكم هكا قوه لي ساشي. دابا خصصت دي بواط خاصين هكا للدجاج ودي بواط خاصين للحم. وبيني وبينكم مؤخرا اعتمدت واحد القضيه، هادو بعدا حيدتهم لقيتهم عندي قطبان، حيدتهم باش انني نخليهم يطلقوا ونديرهم الغد اللي نشرملهم على حساب الغدا. وصافي قررت ان الحوت واللحم ما باقيش نجيبو، ما باقيش نكونجليه نهائيا، اللهم يتجاب الكونتيتي اللي غادي يتكال. وصافي اللي نجيب هو الدجاج، لان الدجاج انا بالنسبه ليا كيجيني ضروري يتغسل ويدخل الكونجيلاتور هكا حتى داك الجهد ديالو كيطيح كينقص وفي الطياب كيجي فتي. حتى المملحات اللي كانوا عندي حتى هما درتهم في هاد لي بواط. وكانت هادي هي النتيجه النهائيه، صراحه عجبتني بزاف. شوفوا الفرق، راه تعمدت انني نصور لكم قبل وبعد. هنا درت لا شابلور والمعسلات، ولتحت درت فيه الفريز والمهم هاد الفواكه والخضره ولي زيبيناغ اللي عندي درتهم في هاد لي بواط طوال. هنايا خصني نزيد صراحه في هادوك لي بواط ديال 3 دراهم الطوال نزيدهم. هنايا وحده كان عندي شويه الكروفيت درتو فيها، ولتحت درت فيه العطريه. هنايا درت بواطه درت فيها هاد المسائل ديال الحلويات، راه قلتها لكم انا الزنجلان واللوز وهادشي ديال الحلوى كنكونجليه، درت حدا فوقها المملحات اللي عندي ولي بواط الاخرين ديال الدجاج واللحم. وبالنسبه للباب حاليا هذا هو التنظيم اللي درت ليه، درت فيه العطريه بواطه فيها العطريه، وهذوك لي بواط المربعين هما اللي قلت لكم البنات ديال 3 دراهم. وهنايا درت فيها هاد المعجنات هادو اللي عندي. البنات بغيت نوريكم هاد الطريقه هادي، ملي تيكون عندي فرومبواز كتير كنشدو كنقسمو، هذا كنخليه خاص للتشيز كيك، كنشدو كندير تقريبا واحد 150 غرام وكنزيد عليها السكر وكنخليه حتى كيتعسل، ما كنطيبهم ما والو، وكنعزلهم هكا في دي ساشي. هاد الساشيه دابا غنهزها نعرف راسي انني ديريكت غادي نديرهم في التشيز كيك، غنديرها ديريكت فوق العافيه حتى تسخن، نزيد لها الجيلاتين وهاد تبقى الفوقانيه واجده عندي. وكندير نفس الحاجه حتى البسكويت الا كان عندي شتو قرب يتبريما وانا ما غاديش نخدم به كندير ليه نفس الحاجه، 200 غرام كنطحنها وكنديرها في دي ساشي. بالنسبه لهاد هاد الفواكه راه بطبيعه الحال ما تتكونش عندي طيله العام بهاد الكونتيتي هادي كثيره، يعني بحال العطريه وهذا راه ممكن انها تدخل هنايا، وبحال المعسلات ما غاديش يكونوا ديما بحال بزاف د الحوايج. المهم الفكره اللي بغيت نوصل لكم هما ان لي بوا ترونسبارون ضروريين في التنظيم وكيحافظوا على هكا الزينه ديال الكونجيلاتور وكل شيء واضح. بالنسبه للتنظيف الخارجي هذا البرودوي راه ديما كنبارطاجيه معكم، اي حاجه عندكم تلينوكس فران الميكرو اوند الثلاجه لاهوت اي حاجه عندكم ديال لينوكس الكري البنات غنسطر لكم على هذه القضيه، بداو تنظفوا بها عرفتي تيخلي واحد اللمعه زوينه في الثلاجه ديالكم وتيحافظ عليها. من بعد ما ساليت مشيت عند شوب باي نانو، راه ديما تنبارطاجيها معكم، هي اللي كناخد عندها اغلبيه ديال الماء ديالي. دوزت عندها واحد لا كوموند قبل وفاه ديال با الله يرحمه، ايوا عاد كتب انني نمشي نجيبها عندها، وقلت هكا نبارطاجي معكم الحويجات اللي بانوا ليا عندها جداد، بما انه رمضان فاغلبيتنا كيبغي هكا يخدم معينات جداد، خصوصا بحال هكا هاد المقالي والكسرونات وهادو راه ضروري هادو في رمضان كياكلوا الدق، فمن الاساسيات بالنسبه للكوزينه. جبت هادو، ممكن تاخذوا الكسرونات بوحدهم اولا المقالي بوحدهم اولا بغيتوهم بجوج راه ممكن انكم تاخذوهم، هما ديال الجرانيت وتقالين تبارك الله. بالنسبه للقهيوه جبت هاد السيرفيس هذا ديال الفيتا وزبين، لي بونبونيير كاينين هادو ديال الغزاله، هادو راه نورمالمون 4 ديال البياسات،
هاد تنقدر نقول لكم هاد اللومب هذا كانت هي السباقه في لي فوندوز اللي كانت جابتو. راه مده هادي باش جابتو، راه كنت خديتو نيت عندها انا، كنت كومونديتو عندها قبل الموت ديال با الله يرحمه. بالنسبه للفراقات الغزاله كاينه، كاينه لي بونبونيير ديال ربعه، وكاينه عاوتاني هادي، هادي فيها ثلاثه ولا اربعه، حتى هي زوينه. والقرعيد الزيت المعفرين راه خرجوا فيهم الجديد، خرجوا فيهم ترونسبارون اللي مشرط، وخرجوا فيهم ترونسبارون دوغي. صراحه تيبقاو لحد الساعه بان لي احسن موديل هما هاد المعفرين هادو، هما اللي كاينين حاليا في السوق. كيساند اتاي، شوفوا انا هاد الفيديو كان بارطاجي معكم، راه دخلات عاوتاني سلعه اليوم نيت لهاد الوقيته اللي كندير لكم فيه المونتاج، راه يلا دخلت عاوتاني سلعه جديده حتى هي تبارك الله زوينه. جايبه فيها الغلاي، جايبه فيها لي سالادي، جايبه فيها لي بلا ديال لي كيك، جبت فيها داكشي تبارك الله زوين. كاين هاد الهاشوره البنات تبارك الله، عرفتي راه كبير، راه الكاميرا ما مبيناش، وفي 1200 واط، راه غيكون كيطحن مزيان. واللي زوين فيه انه فيه دو بول، واحد ديال لينوكس وواحد ديال الزاج. اما عرفتو هذوك الماس ديالو، عرفتي شحال من بياسه فيه تبارك الله، فيه البياسات كتار وزوين، والثمن ديالو الا ما خفت نكذب البنات دايره لي شي 180 درهم لا مازال تنعقل. المهم تبارك الله عندها سلعه زوينه بزاف البنات. ها هو وصل اخيرا، وصل اش غنقول لكم، ها هو بعدا باقي غير حليت فوق، مازال ما عرفتش، بس كما عرفتو اشنو فيه وكي داير، انا نحلو معاكم بعدا واش وصل مزيان، واش وصل هذا. واو يا اخيرا هو البنات، عرفتي البنات هذا تيلخص تيلخص ليا دابا كنشوف وحق الله، وكدوز بزاف د الاحداث قدامي. هذا راه فين ما شفتو غنتفكر فيه بزاف د الناس دازو في حياتي، بزاف د الناس اللي خلاو اثر زوين عندي، بزاف د الناس اللي خلاو اثر خايب. واحد التجربه دوزتها معكم زوينه بزاف والله. عرفتي هذا كي قلت لكم كي كنشوفو كنشوف فيه بزاف د الحوايج، ما عمرني قلت غادي نوصل لهاد المرحله انني غنتوصل بالديرك. انا كيف ما كتعرفوا انا ماشي دايره يوتيوب كي دايرين الاغلبيه، ما ملتزماش به. كنجي واحد الوقيته كنخدم، واحد الوقيته كنغبر، شفتوني حتى الفيديوهات نقدر نحط فيديو واحد في الشهر، نقدر نحط واحد في 15 يوم، ما كنلتزمش. ولكن صراحه هذا ورغم ذلك، واخا ما دايراش يوتيوب قدام عينيا وما مقاتلاش عليه، ولكن كيعني ليا بزاف. ملي وصلت 100 كجاتني عاديه، ولكن ملي شفت هاد الدير هذا سبحان الله قدامي، ما عرفتش حسيت بشي حاجه بشي شكل، حسيت بصح هذا راه ما وصل، حتى ضربت عليه تماره ديال بصح. واخا ماشي شي تماره اللي كانت متواصله، الغلط اللي كنت كندير انني كنخدم حتى كنطلع القناه ديالي وكنغبر وكيطيح التفاعل، نعاود عاوتاني نجي، لو كان كملت كون راه واهلي فين وصلت دابا. ودابا ندوز البنات المعقول اللي خلاوها نبارطاجي معكم المشتريات ديالي. شوفوا البنات هاد المشتريات راه ما جيتش درتهم دقه وحده، هادو اغلبيه ديال لي زارتيكل اللي كنت دوزتهم قبل الموت ديال بابا تشوب باينه الله يرحمه ويوسع عليه. فهاد الليله كاينين شي حوايج اللي كي قلت لكم تلاقاو مع الموت، صافي ما بقيتش سولت عليهم حتى رجعت للخدمه، وتحشمت انني هي في الموت ولا سميتو. وكاين شي حوايج انا اللي ماشي ديالي ديال ماما، حتى هما قلت نبارطاجيهم معكم قبل ما نعطيهم ليها. المهم وشي حوايج اللي يلا خديتهم، اول حاجه هي هاد الكراف هادي بالكيسان ديالها، وانتم البنات هادي ماشي ديالي الصراحه، هادي ديال ماما. شوفوا هادي فن حلوه، كتجي الكراف هكا في هاد ترونسبارون دوري، هذا كما كتعرفوا اللي خرج دابا، كتجي واحد الخريطينه هي صغيره فيها الكيسان. نقو هاد الكويسات، شوفو كي كيجيو فنيون، شتو هادي الكهف وكويساتها صراحة كيجيو. الموديل ديالهم موديلهم غزال بزاف، حمقني أنا اللي خديت هادو. هادي كوموند ديالي، هما هادو القراعي المعفرين، راه شتوني خديتهم ولكن ما كنتش مقتنعة بيهم 100%، عجبوني ولكن ملي طلعوا ما راه قلت لكم شحال نختار كنقول لكم ما ناخذهمش في الاخر اللي تخديتهم، ولكن اون فوا لقيت هادو
واخا نفس الموديل، المهم هادو مختلفين، كيجيو هكا دوغي، فما ترددتش وما تفكرتش فيها جوج خطرات، خديت هادو. هانتوما الزاج ديالهم هادو كيجيو فيني ان شاء الله. عندي في الديكور ديال الكوزينه وغادي نبارطاجيه معاكم. حيت هاد الكريتيات خديت هادي، هادي الى رديتو البال ما خديتهاش انا في الدوغي، خديتها في البرونز، لان البرونز هو اللي جاي قرب هاد القريعات هادو. هادي خديتها هي على حساب الاير فراير، خديت غير وحيده، وغالبا ندير فيها غير الزيت البلدي لان هي اللي كنستعملو بزاف. خديت هذا الصراحه، هاد اللونط هذا شوف باينه لو كانت هي اول واحد اللي كندخلهم، لان كندخلاتهم هي شحال هادي قبل الموت ديال بابا الله يرحمه، هادي باغمي لا كوموند اللي كنت دوزت عندها قبل الموت. واعر انا كنت خديتو ديك الساعه على حساب هكا الزينه ديال رمضان. هانتوما شفتو الشكل ديالو كي كيجي خطير. انا هذا خديتو على حساب رمضان ان شاء الله، اللهم بلغنا ايانا فاقدين ولا مفقودين. هنايا كاينه السلعه مخلوطه، ومازال راه كاينين شي حوايج بحال واش كاينين هنا نشوف، ما عرفتش طلعتهم ولا بقاو في الطوموبيل. كاينين هادو ما عرفتش جاو لي ولا، المهم جاو لي هادو. كاينين هادو اللي كيجيو هكا، هاد المعلقات الصغيورين، انا خديت جوج ديال الشكيلات. خديت انا هادو لي دوغي كاملين، انا كاين فيهم لي بيض وكاين البيج وكاين لارجونتي، وكاين واحد الشكل اللي فيه نص دوغي نص لارجونتي، انا خديت هادو دوغي على حساب حتى دوك لي بيك لي عندي. هاد الصغيورين هادو خديتهم انايا على حساب هكا لي فيغينو، هذا الشكل ديالهم زويون. وخديت هاد الشكل هذا تقريبا نفس هذاك الموديل، الاختلاف الوحيد اللي فيه هو هادو معالق كبار. هانتوما باش تشوفوا الفرق، كاينين هادو معلقات كبار، هادو معلقات صغار. صراحة كيجيو غزالي، وهاد السيبور راه بطبيعة الحال تستعملو في عدة استعمالات. هاك حزاب باش يبان ليكم، وحاجة أخرى اللي خديت الحين هادو، هادو لي بونبونيير، خديت هاد البونبونيير هادو، هادو ديال تاهما غاديين في نفس التيم ديال الزاج دوغي ترونسبارون. هادو زاجهم شوية رقيق ولكن شكلهم زوين، هادو كيجيو ربعة ديال لي بياس. هذا هو الموديل الصغير، شوف لي بحال مجرح هنا، لا غير الضبابة لي فيه. عرفتي غنجي كنسالي معاكم حتى نقربين هنايا. هذا هو الموديل الكبير، باقي واحد اخر يمكن هو هذا. هكذا تيجيو. عرفتي اللي عجبني فيهم بزاف البنات هو القياس ديالهم، ماشي دوك لي بونبونيغ لي هما كبار بزاف، شفتوهم كي كيجيو صراحه جايين القياس مقدودين، ما غيهزوش حتى الكونتيتي، ما كيهزوش بزاف، كيهزو غير القياس. هادو بحال هادو ديالي، غير هادو ماشي هادو ديال ماما. ممكن شفتهم هادو ديال ماما، خدتهم هي في الدوغي، حطوهم هنا. هادي بونبونيير، هادي ديال ماما ماشي ديالي، هي تا هي خدات الغزال، ولكن هي خدات هادو اللي كتجي وحده فوق وحده. هادو باقي هاد الموديل الزاج ديالو غليظ على هاد لاخر ديالي انا. انتم شفتو هادي تا
هادي صراحة بحلاوتها حتى هي كتجي زوينة، الشكل ديالها زويون. خلاص هادو لي قرايت السيت، هادو تا هما ديال ماما. كنقلب رانا تا أنا عاد تنقلب معاكم، يمكن شي حاجة نرصا. تا هي خدات دو فاي وهادو هادا ديالي، هادا فانوس ديال رمضان. هانتوما شوف كيجي هدا كيشعل، معرفتش واش فيه حجيرة، هدا نورمالمون كيشعل بالحجيرات، كيكون فيه هدا الداخل صراحة كيجي زوين. وخديت هاد المبخرة هادي ساعة شفتها عاوتاني دابا في الدروب، هاد شي مبخرة فنانين. غير سمحوا لي على الصداع ديال هاد الخرشيش هدا، هادي كتكون فيها حتى هي حجيرة هنا، هنايا كتخدم ب أنا نشوف الحجرات وغادي نوريكم كي كيجي. هنايا مبخرة وهنا كيجي هاد البلاد، أنا نركبها ونكمل معاكم. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، درت ليه هنا الحجيرات، هذا الغطا ديالها، هنا الفوق كتجي البخره وهنا كيجي فيه الليد. طفي عفاك بنتي الضو باش يبان الفرق، طفي الضو كاملين باش يبان كي كيجي في الحطه. هانتوما شفتوا طفيت هذاك الليل، شفتوا الشكل ديالو، انا اكسبري طفيت الضو باش يبان لكم الشكل ديالو كيجي صراحه زوين. اخر حاجه هما هاد الكيسان، هادو كيسان ديال اتاي، هادو حتى هما ديال ماما، هادو كيجيو رائعين، هادو فنانين. شوفوا راه الفيديو ما معطيش لهم حقهم، مباشره عاد تيبانو مزيان، عاد رائعين. كتجي هذيك النقشه فيهم فنانين. صافي البنات، كانوا هادو هما المشتريات، حاولت هكا نبارطاجي معكم كاع الحويجات الجداد اللي خديت مؤخرا. تقريبا هادو اخر حاجه اللي خديتو، كما قلت لكم راه الاكثريه ماشي ديالي، الاكثريه غير ديال ماما. انا خديت هاد اللومب، هاد القراعي، البونبونيير، هاد الليد، وهاد هاد المعلقات. ماما حتى هي خدات قراعي زيت بحال ديالي، بونبونيير هي خدات هادي، هي خدات ديك الكرافو كيسانها وخدات هادو وكيسان ديالاتي. ايوا صافي، هذا مكان بالنسبه لنا ولا البنات، راه ديما كنبارطاجيها معكم. لاباج ديالها هي شوب باينانو، انا راه تنخليها لكم. اون بليس راه دايره جروب في الواتساب، ديما الجديد راه كتشوفوا عندها. المهم انا نخلي لكم النمره ديالها، اللي مهتم بشي حاجه يتواصل معها. بالنسبه للاثمنه ديما كتسولوني على الاثمنه، والله البنات ما تنعقل، راه جهد ما نعقل. اكثريه راه كي قلت لكم ما شارياش في دقه واحده. هاد اللومب انا نقول لكم اللي خديت مؤخرا، هما هاد جوج هما اللي خديت مؤخرا، بونبونيير واللومب راه كنت كومونديتهم هادو قبل الموت ديال با الله يرحمه. راه شحال هادي، راه قبل ما يدخل شعبان، وقبل وقبل الا ما خفت نكذب، واقيلا في هذا بعدا قبل شهر، قبل ما يدخل شهر واحد، قبل ما يدخل العام الجديد. اصلا راه با مسكين مات في البدايه ديال العام، هما والبونبونيير. بالنسبه للقراعي حتى هما راه هاد الذهبين راه ملي دخلوا بارطاجيتهم معكم. هاد جوج هادو السنه ديال رمضان هما اللي خديت مؤخرا.